بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا سأعرض عليكم الآن فيديو من موقع وكالة ناسا للفضاء، وهو عبارة عن رسم جرافيك أو 3D لآلية عمل الثقوب السوداء. بعض الناس شكك بوجود هذه الثقوب، ولكن الحقيقة الحقائق العلمية يوما بعد يوم تأتي لتثبت أن هذه الأجسام الكونية الخطيرة جدا والمخيفة موجودة بالفعل. الحقيقة دعوني أشاهد الفيديو معكم فقط. هنا أنا لدي فقط لكي نشرح الفيديو أحبتي في الله ونفهم آلية عمل هذا الثقب الأسود. هنا أنا لدي هنا ثقب أسود، طبعا هو رسم هنا بشكل نقطة مضيئة مع العلم أنه لا يرى، لأن الثقب الأسود أيها الأحبة هو نجم كبير جدا، أكبر من الشمس بكثير بعدة مرات. عندما يستنفذ وقوده ينكمش على نفسه ويبدأ بالانضغاط، ينضغط 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 حتى يصبح حجمه متناهيا في الصغر، مع العلم أن حجمه الحقيقي أكبر من الشمس. عندما تنضغط مادة النجم يعني تريليونات الأطنان في حجم صغير جدا، ما الذي يحدث؟ تتركز جاذبية هذا الجسم الكبير في حيز ضيق من المكان. يعني تصور أخي الحبيب شمسنا التي تشكل أكثر من 99% من كتلة المجموعة الشمسية. يعني لو جئنا بالأرض والمريخ وعطارد والمشترى والزحل وكل كواكب المجموعة الشمسية، نجد كتلتها أقل من 1%، والشمس لوحدها أكثر من 99%. لذلك نجد جاذبية الشمس هائلة تجذب كل هذه الكواكب، الأرض والقمر وكذا، كلها تدور حول الشمس بنظام بديع جدا. الحقيقة تخيل أن هذه الشمس ضغطت لحيز ضيق جدا. طبعا العلماء لا يستطيعون تحديد بالضبط كم بعد الثقب الأسود بسبب صعوبة دراسة مثل هذه الأجسام، وأن الدراسات كلها نظرية، يعني لا يوجد شيء عملي أو واقع أو تستطيع أن تدرسه على الواقع، كلها دراسات نظرية. تخيل أن نجما أكبر من الشمس مثلا بعشر مرات أو 20 مرة ينضغط ويتحول لجسم صغير، كم تبلغ جاذبيته؟ الجاذبية الهائلة أيها الأحبة هنا عندما يأتي نجم، انظروا هذا نجم هنا، ويقترب، عندما يقترب هذا النجم من الثقب الأسود ما الذي يحدث؟ مباشرة يدخل في نطاق جاذبية الثقب الأسود ويبدأ بالالتفاف حوله بسبب الجاذبية العنيفة. انظروا أيها الأحبة، أول شيء النجم يتبعثر. هنا أنا لدي آية فقط أحب أن أتذكر، علامات القيامة وإذا الكواكب انتثرت، تشعر الكوكب أو النجم ينتثر هكذا، يتبعثر في الفراغ، تتبدد مادته، ثم يبدأ هذا الثقب الأسود هنا في المركز بشفط، يعني تتشكل حوله دوامة مثل الإعصار، ويبدأ يشفط مادة النجم. وهذا من زاوية أخرى، هنا يبدأ باستهلاك أو بابتلاع هذا النجم. هناك طبعا غازات تنطلق في الفضاء، هناك عمليات يعني مدمرة. لذلك هذه الثقوب السوداء تدعى مكانس كونية، تكنوس أو مقابر كونية. انظروا أيها الأحبة هنا رسم لثقب أسود كيف يشفط ويجذب ويكنس هذه الغازات التي يمتصها من النجم بعنف وبشدة.
انظروا أيها الأحبة. لذلك هنا أحبتي في الله، القرآن وصف لنا وصفا دقيقا هذه الظاهرة. الله تبارك وتعالى يقول: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، يعني لا داعي لأن أقسم بظاهرة شديدة الوضوح أمامكم. أنتم ترون كيف أن هذه الخنس التي لا ترى غير مرئية، ولكن بالحسابات الرقمية تم إثباتها، وتنظرون من خلال هذه الأفلام كيف أن هذا الثقب الأسود الخنس، طبعا كلمة خنس هنا من خنس أي اختفى، استتر وغاب، اختفى يعني لا يرى. لذلك الشيطان سماه الله الخناس، أي الذي لا يرى لا نراه. فهذا الخنس أو هذه الأجسام التي هي الخنس تجري جوار وكنس تكنس، انظروا كيف تكنس مادة النجوم التي تقترب منها. لذلك نجد أن مثل هذا الثقب الأسود يمكن أن يبلغ وزنه أو كتلته مليارات كتلة الشمس نتيجة ابتلاعه لملايين النجوم عبر حياته، سبحان الله. لذلك يعني هذه الظاهرة عنيفة جدا تحدث في الكون، ظاهرة الثقب الأسود أيها الأحبة ظاهرة عنيفة جدا تحدث في الكون بشكل مدمر، وتشغل بال العلماء، وهي من الظواهر العظيمة جدا. لذلك القرآن لا يمكن أن يغفل عن مثل هذه الظاهرة، لا يمكن أن يغفل عنها أيها الأحبة، ذكرها: فلا أقسم بالخنس، أي الأجسام المختفية، الجواري تجري، لأنها بالفعل تجري بسرعة هائلة، الكنس تكنس. طيب، من كان يعلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الحقائق؟ لذلك أيها الأحبة أنا أعتبر أن هذه الصورة الرائعة فعلا لهذا الثقب الأسود أو هذه المحاكاة يعني بالكمبيوتر أنها تشهد على صدق هذا القرآن، وأن القرآن دائما يأتي متفقا مع العلم. لذلك أنا أقول لهؤلاء المشككين والملحدين: أعطونا العلم الذي عندكم، أعطونا الكتب التي عندكم والتي هي أفضل من القرآن. إذا كان القرآن كتاب تشريع وهداية وكتاب يضمن لك السعادة، يضمن لك الـ يعني كل شيء جميل في الدنيا، يضمن لك الاستقرار والحياة المطمئنة، وبنفس الوقت يحدثك عن العلم والعلوم والحقائق العلمية ليجعل قلبك مطمئنا ويجعلك تثق أكثر بهذا الكلام العظيم. لذلك نقول كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.